السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان. اليوم جيتكم بواحد الصابلي اللي هو بسيط والمكونات ديالو موجوده في كل بيت. شنو هي؟ ان هذا الصابلي نعبروه بنفس العبار، إيه سواء عبرناه بالسلافه ولا بالكاس، المهم يكون نفس العبار. انا فضلت نعبر بهاد السليفات اللي عندي. المهم على بركة الله غنبداو وغنقول لكم. عندنا زلافة تاع البيض، وعندنا زلافة نتاع السكر، وواحد شوية نتاع الملحة، وزوج نتاع الساشيات فاني. اللي بغى يدير الزيست نتاع السيترو يدير، انا فضلت الفاني، وكل واحد يدير النكهة اللي تعجبو، المذاق اللي يعجبو. غندربو بالدراب الكهربائي، واللي ما عندوش دراب الكهربائي يدير بالدراب اليدوي، ماشي مشكل، المهم غير يطلع شويه داك يتخلط ويبيض لنا شويه. وفي هاد الساعه غنزيدو زلافه نتاع الزيت، وكما قلت لكم البنات دائما نفس العبار، هاني كنقولها ونكررها باش ما البنات ما يغلطوش. وصدقوني غيجي واحد الصابلي اللي هو هشيش. نص زلافه اخرى غادي نضربو، وحنا نزيدو الزيت، كلشي كنحتاجو زلافه زلافه الا الزيت اللي فيه زلافه ونص. وهكذا كنضربو مزيان حتى يتخلط لنا الخليط مزيان. وفي هاد الاثناء غنضيفو ليها الزلافه ديالنا نتاع المايزينا كما كتشوفو، وغنخلطو بلا ما نحلو الضو في الدراب باش ما ترش علينا مايزينا، حيت عارفينها خفيفه كتر وما كتكورناش. يلا نحلوها شويه ونوليو نحلو الضو، دربوها شويه حتى ينسجم الخليط مزيان. كما كتشوفوا هو الخليط ديالنا جا مزيان، ما فيه لا كره لا والو. فهاد الاثناء خواتاتي غنضيفوا الفرينه او الطاحين، وكيكون على حسب الخليط شنو هي. العجينه ديالنا كتكون شويه رطبه، كنضيفوا ليها واحد نص المعلقه نتاع معلقه صغيره نتاع الخماره الكيماويه كما كتشوفوا البنات، ونخلطوا حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي هي رطبه وتسهل عليه وتسهل علينا الخدمه ديالها. ما كتكونش العجينه قاصحه كما كتشوفوا، هي عندنا العجينه هنا رطبه. هيا نديروها في واحد البلاستيك ساك كما كتشوفوها، واحد او البلاستيك الغذائي البنات كيما بغيتو، ماشي. ونسرحوها البنات ما بين ورق الزبده ولا ورق ولا البلاستيك، المهم اللي سهله. وشنو هي؟ ما ديروش الفرينه ولا الطحين باش ما تقصحناش العجينه، باش العجينه كتبقى في نفس القوام ديالها. الا درنا الفرينه غتقصح لنا كما كتشوفوا. انا درت جوج نتاع ورق الزبده، ولكن اللي ما متوفر ليهاش دير. وحتى بالنسبه للسني البنات، بالنسبه للسني باش ولا البلاطو اللي غديري فيه، اما دهنيه بشويه زويته ولا ديري له البابي ورق الزبده. يعني هذا كندير هاد الشكيلات كما كتشوفوا هذا هنا، وها هي البنات. المهم نتمنى تعجبكم. هنا درت بياض البيض، وكان باقي ليا واحد شويه نتاع اللوز، قلت علاش غنضيعو اجي ندير به هذا الشكيل. والله صدقنا البنات جا زوين. دهني بالبياض البيض وتلصقي وديريه في اللوز مهرمش ولا قوقو ولا جنجلان، المهم اللي كان عندك، المهم غير تشكلو صافي. المهم دوازاتاي صابلي دوازاتاي، صدقوني البنات كيجي رائع. هنا كما قلت لكم ماشي من الضروره باش نديرو غير ورق الزبده، هاني واحد درت له كيفاش نوري لكم، دهنتو غير بالزيت. ايوا البنات، والطياب كل وحده تعرف الفراد ديالها، الطياب ما غنقول لكمش، المهم كل وحده تعرف الطياب. هذه هي البنات النتيجه النهائيه، ونتمنى تنال اعجابكم، وراني شارحه لكم كل وحده كيفاش درت لها. ونتمنى يعجبكم البنات، واللي عجبها الفيديو ما تنساش ديرلي واحد لايك وتشجعوني البنات خواتاتي وحتى الاولاد لايك. وشكرا لكم كاملين على المشاهده، وحتى اللي ما دارش لايك ماشي مشكل. وشكرا لكم البنات، وساعتكم مبروكه ان شاء الله، والى اللقاء.